بعد الجدل الذي رافق زيارة وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب إلى نيويورك، وعلى بعد أيام من جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لتمديد مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، مشكلة جديدة تطل برأسها وتنذر بالأسوأ. بين محاولة إقناع مندوبي دول مجلس الأمن بالتعديلات على قرار وطلب العودة عن قرار التمديد، انقسام حاد بين المكونات اللبنانية. مصادر القسم الأول نقلت لوكالة سبوتنيك التشكيك بإمكانية تعديل المادة المثيرة للجدل، لاسيما في ظل ما تقول هذه الأوساط عن محاولة غربية، فرنسية وأمريكية على إطفاء صلاحيات أوسع للقوات الأممية خلال جلسة التمديد المرتقبة. في المقابل أكدت مصادر المركزية أن المفاوضات استطاعت تحقيق تعديلات كثيرة في المسودة، لم يكن بالأمر السهل التوصل إليها عبر المفاوضات الشرسة. القسم الثاني من طالبي العودة عن قرار التمديد، ووفقا لصحيفة الجمهورية، أعربت مصادر غربية عن قلقها من احتمال تجاهل مجلس الأمن للتعديلات اللبنانية المطروحة على المجتمع الدولي، ووسط مطالبات بإلغاء المادة التي أضيفت العام الماضي والتي تقضي بالسماح للقوات الأممية للقيام بمهامها من دون إذن مسبق والسماح لها بإجراء عملياتها الميدانية من دون مرافقة الجيش اللبناني، ما هي الانعكاسات والتعديات وما هو سبب الرفض؟ الصحفي قاسم قصير وخلال اتصال مع الجديد فسر الانعكاسات والتداعيات حول التمديد لقوات اليونيفيل. موضوع النقاط التي أضيفت إلى قرار التمديد لقوات الطوارئ من ناحية دورها والقيام بمهام بدون العودة للجيش اللبناني، أنا برأيي على الصعيد العملي هذه غير ممكنة. حتى هناك نقاط أخرى وردت من خلال وضع كاميرات أو القيام بإجراءات أو استخدام الطائرات، الواقع الميداني لم يسمح لقوات الطوارئ بتطبيق هذه الإضافات. من هنا أنا تقديري الأهم استمرار قوات الطوارئ بمهامها التقليدية والقيام بما أمكن من أنشطة لمنع أولا تغيير الوقائع المدينة كما يفعل العدو الإسرائيلي، ومنع الذهاب إلى توترات كبرى في المنطقة، لأن الظروف اليوم ليس هناك مصلحة لأحد بتفجير الوضع في جنوب لبنان، وقامت قوات الطوارئ بهذا الدور. حزب الله طبعا حريص على عدم توسعة مهام قوات الطوارئ خوفا من أن يكون من أجل زيادة الضغط عليه أو على أنصاره في جنوب لبنان، وأن يكون لصالح الكيان الصهيوني. أنا تقدير الأمور ستبقى بدون أي تغييرات أو تعديلات. أما عن المادة المثيرة للجدل والتي تسمح لليونيفيل بالقيام بمهامها من دون إذن مسبق وسمح لها بإجراء عملياتها الميدانية من دون مرافقة الجيش، هذا ما أكده قصير. بالنسبة للتمديد لقوات اليونيفيل، مبدئيا يعني الأمور تسير باتجاه التمديد، لأنه لا يوجد أي خيار غير التمديد. الخلاف اليوم حول موضوع يعني تطوير دور قوات الطوارئ أو إضافة بعض النقاط لدورها في الجنوب. في السنة الماضية تم تعديل بعض المهام في قرار التمديد لقوات الطوارئ الدولية بما يسمح لها أن تقوم ببعض المهام بدون التنسيق أو العودة للجيش اللبناني. بغض النظر عن كيفية تطبيق هذا التعديل، لكنه أثار في العام الماضي نقاشات ويعني سجالات في لبنان، واعترض عليه حزب الله وبعض الجهات اللبنانية، مما أدى إلى تجميد أي تطوير لقوات الطوارئ الدولية ومهامها على المستوى الميداني في ظل ما واجهته من عقبات ميدانية ولوجستية. ونحن نتذكر ما عانت منه قوات الطوارئ أحيانا من بعض الأحداث بسبب قيام بعض عناصرها بالدخول إلى بعض القرى أو الأحياء في قرى معينة. تقديري اليوم أن التمديد سيتم، قد لا يحصل تغيير حتى بالتعديلات التي جرت، لأن لبنان يطالب أيضا بالعودة عن التعديلات فيما هناك أطراف تريد إضافة مواد أخرى. وبظل الواقع الدولي اليوم إمكانية لا عدم التراجع عن ما جرى في السنة الماضية أو عدم إضافة، قد تكون التجديد يتم تلقائيا بدون أي إضافة. توازيا، أمر مستغرب يترافق وزيارة وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب إلى نيويورك. فوفقا لصحيفة الأخبار، أعلنت مصادر دبلوماسية عن رسالة أمريكية عبر الأمم المتحدة
تبلغ أبو حبيب فيها رفض الخارجية الأمريكية تأمين حراسة أمنية له. أما الرابط بين الرسالة والضغوطات الفرنسية والأمريكية، هذا ما قاله قصير: ليس لدي معلومات حول الإجراءات التي قامت بها الخارجية الأمريكية بشأن زيارة وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب، وهل هي من باب الضغط على لبنان أو لأسباب أخرى. طبعاً الآن هناك معالجة المسائل، وحسب المعلومات أن وزير الخارجية سيقوم بزيارة نيويورك من أجل المشاركة، وأظن أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه يعني وفقاً للتعديلات التي حصلت في السنة الماضية.